بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سنتحدث عن استخدام الـ API في البيانات. ما معنى الـ API؟ الـ API تعني Application Programming Interface، أي واجهة البرامج التطبيقية. وطبعا هذه الواجهة بتستخدم لتبادل البيانات ما بين التطبيق والسيرفر، والموقع الذي يوجد عليه او السيرفر او الخادم الموجود عليه الداتا البيانات اللي أنا عايز التطبيق يستخدمها. وطبعا البيانات دي بتستخدم في الـ API في مجالات كتير، زي مثلا الطقس والمناخ ومعلومات عن البورصات، اي بيانات ايا كانت هذه البيانات، او التعليمات اللي بياخدها البرنامج حسب مثلا نظم التشغيل اللي بيتبعها، او تعليمات بياخدها البرنامج بتنفيذ بعض المهام من السيرفر. طيب فيه ميثودز، فيه اساليب بنستخدمها في الـ API. طبعا احنا بنستخدم هنا ريكويستس، ان شاء الله هنستخدمها النهاردة، ريكويست لايبراري اللي هي مكتبة الريكويستس، وطبعا هي بتستخدم الـ HTTP ميثودز. الـ HTTP ميثودز هنستخدم ان شاء الله النهاردة الميثود get، هما طبعا 9 ميثودز، 9 اجراءات بنستخدمهم مع مكتبه ريكويست، زي مثلا ريكويستس دوت جيت، او ريكويستس دوت بوست، او ريكويستس دوت بوت، وفي هيد ديليت باتش اوبشنز كونكت تريس. وهنعرف استخدام كل ميثود ايه وظيفتها وايه دورها مع مكتبه ريكويستس. اولا لكي نستخدم مكتبة ريكويستس بنفتح نافذة تيرمينال وبنكتب الامر التالي، بنكتب هنا pip install requests ونضغط مفتاح انتر لكي يتم تثبيت هذه المكتبة. طبعا اعطاني هنا رسالة requirement already satisfied، اي ان هذا المطلوب تم استيفاءه سابقا، يعني تم تثبيت هذه المكتبة في جلسة عمل سابقة. نغلق نافذة التيرمينال ونتجه الى الورك سبيس هنا ونكتب هنا import requests، ومن اول السطر ننشئ هنا متغير اسمه على سبيل المثال URL. وطبعا URL هنا هضيف هنا الرابط اللي انا هاخد منه البيانات. طبعا في روابط ممكن اخد منها البيانات فري، وفي بيانات بتكون بتحتاج authentications، يعني بتحتاج اذن للوصول اليها، الاكسسنج ما بيكونش فري، فلازم يكون عندي مثلا يوزر نيم وباسورد. طبعا النهارده من اجل الاغراض التدريبيه انا معايا هنا اليو ار ال للتدريب، فهو من الموقع اللي احنا بناخده هنا الجيسون بليس هولدر. طبعا هسيب لكم ان شاء الله الرابط ده اسفل الفيديو ان شاء الله الرابط. طبعا ده لاغراض تدريبية. الموقع ده فيه هنا ليست قائمة ببيانات ديكشنري، بنلاحظ هنا المجموعة الاولى هنا بيانات ديكشنري عندي فيها الكي والفاليو، زي ما احنا شايفين هنا الكي الاولاني يوزر اي دي، الفاليو الخاصة به هي 1، والكي هنا اي دي 1، التايتل ودي فاليو الخاصة به طبعا مكتوبة هنا باللغة اللاتينية، وهنا الكي اللي بعده body، والفاليو هنا ايضا مكتوبة باللغة اللاتينية. ملاحظ هنا يوزر اي دي 1، يوزر اي دي 1، وهنا الاي دي 2، يوزر اي دي 1، وهنا الاي دي 3، وهكذا. ونجد هنا اليوزر اي دي والاي دي والتايتل والبادي طبعا لهم قيم مختلفة، هنعرف ازاي نستدعيهم و نعمل فيتشنج لهذه البيانات باستخدام الميثود get. بنرجع تاني هنا لليو ار ال. طبعا هنا عندي علامتي تنصيص، فبروح اخد اليو ار ال ده، بعمل هنا سيلكت لليو ار ال، طبعا هو بادئ هنا بال HTTPS، فاعمل هنا بعد ما اعمل سيلكتنج اخد كوبي لليو ار ال ده، واروح لمحرر اكواد بايثون هنا مثلا، محرر اكواد بايثون هنا بايثون شارم، وبضع هنا اللينك، فاعمل هنا بيست، وضعت هنا اللينك
ك يو ار ال داخل المتغير يو ار ال، وبعدها هنا ابدا في استخدام مكتبه ريكويستس. فاكتب مثلا هنا ريسبونس، اكتب متغير يكون اسمه على سبيل المثال ريسبونس بمعناها استجابه، يعني طبعا الموقع هيديني استجابه او السيرفر اللي موجود عليه البيانات اللي هو السيرفر اللي انا بقصده اللي هو بيانات الموقع دي هاخدها، وطبعا الموقع هيعمل لي ريسبونس، فهاخد هنا في متغير اسمه على سبيل المثال ريسبونس يساوي، واكتب هنا المكتبه ريكويستس اللايبراري ريكويستس، وبعدين اضغط هنا دوت واستخدم الميثود جيت، يعني اعمل لي فيتشنج للبيانات او هات لي بيانات. طبعا هياخد البيانات منين؟ من اليو ار ال اللي انا وضعتها في المتغير اللي انا كتبته يو ار ال، وبعدين هنا اخد هذه البيانات واحولها لجيسون، وطبعا اخد هذه البيانات واحولها الى تنسيق جيسون، وسبق شرحت البيانات بتنسيق جيسون اللي هو جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن، يعني بتنسيق الجافا اللي هو معروف قبل كده، واحنا درسنا الجيسون، وطبعا دي من اشهر انواع تنسيقات البيانات اللي انا باخدها وبتعامل معها. طبعا هنشئ هنا متغير على سبيل المثال اسمه response، واضغط هنا underscore json، يعني هاخد البيانات دي بتنسيق json يساوي، واكتب هنا response السابقة اللي هو المتغير response، واضغط dot وقال له هات البيانات بتنسيق json، وبعدين ابدأ من اول السطر عايز اطبع هذه البيانات. طبعا البيانات لو احنا رجعنا تاني للبيانات هنجد هنا، نجد ان هو فاتح هنا الداتا بالسكوير براكتس، ننزل تحت هنا في الاخر اغلق هنا بالسكوير براكتس، يعني هيجيب لي البيانات دي على هيئه ليست، على هيئه قائمه. طيب انا هاخد البيانات دي على هيئه قائمه واعمل اتريتنج، يعني اعمل التفاف داخل هذه البيانات بحيث اقراها من البيان رقم واحد الى البيان الاخير، فهضطر هنا ان انا اعمل لوبينج حلقه تكراريه. فعلشان اعمل حلقه تكراريه فاكتب هنا فور، واستخدم اي اختصار لكلمه ايتم يعني باند، ان يعني كل مفرد او كل باند، ان ريسبونس دوت جيسون او ريسبونس اندرسكور جيسون، يعني خد اللي في القائمه السابقه باند باند. يبقى انا كده عملت حلقه تكراريه اللي هي فور ايتم، يعني لكل ايتم ان ريسبونس اندرسكور جيسون في المتغير السابق، وطبعا المتغير ده هيمثل ليست، واحنا عرفنا السبب ليست ليه، لان هنا طبعا اخد عندي البيانات هنا موضوع عندي داخل سكوير براكتس، هنا سوف يقراها على انها ليست قائمه. وطبعا هنطبع هنا هذه البيانات سطر بسطر او ايتم باي ايتم، فاكتب هنا برنت واكتب هنا اي، يعني اطبع لي الايتم هنا، وناخد كوما، وبعد ما تطبع لي الايتم ناخد سطر نيو لاين، فنكتب هنا باك سلاش نيو لاين، ونضغط مفتاح رن ونشوف النتيجة. هنا طبع لي في نافذة الاوتبوت، طبعا هنا 100 اي دي عندي طبعهم، عندي الاي دي رقم 1، الاي دي رقم 2، الاي دي رقم 3 اللي موجودين عندي. طبعا اليوزر اي دي 1 فيه عندي اليوزر اي دي 1 داخله 10 اي دي، واليوزر اي دي 2 داخله ايضا 10 اي دي. اليوزر اي دي 2 بيبدا من الاي دي رقم 11 وينتهي حتى الاي دي رقم 20، وبعدين اليوزر اي دي 3 يبدا من الاي دي رقم 21 وينتهي حتى الاي دي رقم 30، وهكذا بالنسبه للباقيين. الاي دي رقم 4 يبدا من الاي دي رقم 31 وينتهي حتى 40 الى ان ننتهي حتى اليوزر اي دي رقم 10 الاي دي رقم 100. يبقى هنا هيطبع لي 100 ايتم في نافذه الاوتبوت. طيب سؤال، افرض ان انا مثلا عايز اول 4 اي دي، او عايز من الاي دي رقم 1 الى الاي دي رقم 3، او من 1 حتى 5، يبقى هضطر هنا ان انا في الجيت ان انا احدد البارامترز، اعمل هنا تحديد البارامترز هنا اللي هي المعلومات اللي انا عايزها او الشروط اللي انا عايزها ان هو يحضر لهذه البيانات. فناخد هنا كوما
ونكتب على سبيل المثال parameters، هنا بنختصرها بكلمة params. وطبعا البارامترز هنا هنديها له على شكل مجموعة، هنا في نديه كيرلي براكتس وهنديه هنا الكي ومعاه الفاليو. لو رجعنا هنا نلاقي مثلا الكي يوزر اي دي الفاليو واحد، وهنا الكي اي دي والفاليو واحد، يبقى انا بكتب هنا تحديد للكي والفاليو الخاصة به. فمثلا انا عايز الاي دي 1 و2 و3 و4 و5 على سبيل المثال، يبقى اضع هنا علامة تنصيص واكتب هنا الكي مثلا اي دي، يعني الكي اي دي، واكتب الفاليو الخاصة به بعد كله، وبعدين هنا القيم اللي انا عايزها مثلا على هيئة ليست، فافتح سكوير براكتس اقول له هات لي الاي دي 1 و2 و3 و4 و5، يبقى كده هيجيب لي اول 5 اي دي اللي هو الاي دي 1 الاي دي 2 الاي دي 3 الاي دي 4 الاي دي 5، هيجيب لي الاي دي من 1 حتى 5 على هيئة ليست قائمة، وطبعا هحدد له اقول له من داخل اليوزر اي دي 1، فاخد اليوزر اي دي 1 ده ككي، اخده هنا مثلا كوبي او ممكن اكتبه يده بايدي، ممكن هنا اخده اقول له خد عندك كي جديد، ممكن اضعه كده اقول له يوزر اي دي مثلا 1، لو عايز اليوزر اي دي 2 اكتبها يوزر اي دي 2. طبعا اكون حريص ان يوزر اي دي 2 بادئ من عند كام، يوزر اي دي 2 هنلاقيه بادئ من عند 11 اي دي 11، فعلشان استخدم اليوزر اي دي 2 هكتب اي دي 11 اي دي 12 اي دي 13، يعني بدل ما اكتب هنا 1 2 3 4 5 اكتب هنا 11 12 13 14 15 يوزر اي دي 2، لكن خلينا نستخدم دول. يبقى انا هنا هستدعي 5 اي دي من داخل اليوزر اي دي 1، نضغط ران ونشوف النتيجه. هنا طبع لي 5 ايتمز فقط، هنا يوزر اي دي 1 يوزر اي دي 1 يوزر اي دي 1 يوزر اي دي 1 يوزر اي دي 1، هنا الاي دي 1 اي دي 2 اي دي 3 اي دي 4 اي دي 5، يبقى انا كده استدعيت البيانات دي عن طريق 2 كي، الكي الاولاني اللي هو يوزر اي دي 1 والكي اللي بعده اللي هو اي دي 1 اي دي 2 اي دي 3 اي دي 4 اي دي 5. طبعا هو هيمشي معايا لحد 10. طب افرض ان انا عايز استدعي الاي دي رقم 2، اي دي رقم 2 يبدا من الاي دي 11، عايز استدعي اليوزر اي دي 2 يبقى هشتغل هنا من الاي دي 11 اي دي 12 اي دي 13، هنغير تاني هنا نقول له بلاش يوزر اي دي 1 خليها يوزر اي دي 2، يوزر اي دي 2 بدأ من الاي دي 11 اي دي 12 اي دي 13 اي دي 14 اي دي 15، نضغط ران، هنا هيستدعي 5 اي دي من داخل يوزر اي دي 2. طب لو كتبت يوزر اي دي مثلا 3، 3 طبعا بادئ من عند 21 22 23 24 25، لو ضغطت هنا ران مش هيجيب لي حاجه، لن تظهر نتيجه. ليه؟ لان هيروح للاي دي لليوزر اي دي 3 هيدور على اي دي رقم 11 12 13 14 15، مش هيلاقيهم. نضغط نرن، هنا لم يجد شيء. ليه؟ انا كتبت له يوزر اي دي 3 ابحث عن اي دي 11 12 13 14 15، مش هيلاقيهم. نشوف ليه السبب، ارجع هنا انزل تحت هنا نشوف اليوزر اي دي رقم 3 بادئ من عند كام، يوزر اي دي 3 بادئ من الاي دي 21 الاي دي 22 حتى الاي دي رقم 30، يبقى انا ممكن اعدل واقول له مثلا ابدا من عند 21 22 23 24 25، يوزر اي دي 3، نضغط ران، هيبحث عن الكيس دي، هيجد هنا الكي اي دي 21 22 23 24 25 داخل يوزر اي دي 3. استدعي طبعا هنا من 21 حتى 30، ليه؟ لان دول موجودين مع اليوزر اي دي 3 في نفس المجموعه مع بعضه. طبعا ده مجرد شرح ازاي استخدم الميثود جيت
ازاي استخدم الميثود جيت في الاي بي اي. ودي طبعا مهمه جدا لاي انسان بيدرس الداتا، والداتا اناليسيس مهمه جدا جدا، او اي انسان بيدرس صناعه التطبيقات وازاي يعمل فيتشنج، يعني يحصل على البيانات وازاي يعمل لها ان شاء الله موديفيكيشنز، وزي اللي هنعرفها ازاي نعمل بوستنج وديليتنج وكونكت وباقي الميثودز. لكن احنا النهارده بندرس ميثود واحده وبطريقه بسيطه جدا اللي هي الميثود جيت. ونلاحظ هنا احنا استخدمناها بدون اوثنتيكيشنز، يعني بدون اذون، لان هندخل ان شاء الله في مواقع ازاي نجيب الاي بي اي مع الكي الخاص بها ومع اليوزر نيم ومع الباسورد اللي هنحددها وبنكتبها داخل الكود لكي يدخل لجلب البيانات بطريقة فيها نوع من الأمان أو بطريقة مؤمنة. ده النهاردة كان مجرد استخدام بسيط مع موقع هنا بيقدم بيانات من السيرفر بطريقة مبسطة جدا من أجل أغراض تدريبية للدارسين عشان يعرف يستخدم الـ API مع الـ Method Get كنوع من التدريب بشكل مبدئي. إن شاء الله سأترك لك هذا الكود في رابط أسفل الفيديو، وأيضا سأترك لك رابط هذا الموقع لكي يتم التدريب عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.